تستضيف مملكة البحرين للمرة الأولى اجتماعات مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات في 3 و4 من الشهر الجاري. وفي مؤتمر صحفي قبيل انعقاد الاجتماع أكد السيد محمد يوسف البن فلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين أن إقامة اجتماعات المجلس الدولي للمطارات في نفس الوقت الذي يقام فيه سباق البحرين للجائزة الكبرى للفورمولا 1 هذا العام هو أحد الدلالات على زيادة قدرة واستيعاب البحرين لإقامة المزيد من الفعاليات الدولية في المستقبل. بدوره قال الشيخ أيمن بن أحمد الحسني رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات والرئيس التنفيذي لشركة مطارات عمان، قال إن جدول أعمال الاجتماع سيستعرض القضايا المهمة في قطاع الطيران معبرا عن أمله بأن تساعد مخرجات الاجتماعات في ضمان استمرارية نمو القطاع بعد فترة الجائحة. وجرى خلال المؤتمر الصحفي استعراض جدول أعمال الاجتماعات وما سيبحثه كبار صناع القرار في مجال الطيران في مجال تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير المشاريع المستدامة بيئيا واقتصاديا والتحديات التي تؤثر على القطاع بشكل عام. الاجتماع جدا مهم لأن أي في وقت قطاع الطيران بشكل عام قاعد يتعافى من تداعيات الكورونا، ومطار البحرين الدولي هو واحد من المطارات اللي الحمد لله كان أدائها أداء جيد في عام 2022. تم تقريبا زيادة في نسبة حركة المسافرين بما يعادل 127% من الحركة اللي كانت في عام 2021. نفس الزيادة تمت في حركة الطائرات، وتمت زيادة كذلك في حركة الشحن الجوي. قامت مملكة البحرين ممثلة بمطار البحرين بتقديم ملف لاستضافة مجلس مطارات العالم في البحرين، وكان الملف أيضا يعني هناك منافسة شديدة بين ملف البحرين وملفات دول أخرى، ولكن تمت الموافقة في الاجتماع الماضي على ملف البحرين كونه الأفضل. أيضا هناك الكثير من المواضيع التي سوف تناقش خلال اليومين القادمين في الاجتماعات، ملف التعرفة في المطارات، ملف المطارات الخضراء وكيفية تقليص انبعاثات الكربون، ملف دعم المطارات الصغيرة والمتوسطة، وهناك الكثير من الملفات الأخرى التي سوف يتم التطرق إليها.